يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في هذا الزمان يقول إن الذي يدخل في الأحزاب الإسلامية على حق لأنه يظن أنه على الحق، فهل هذا الكلام صحيح؟ ما يكذب، الله بيّن لنا بالكتاب والسنة، بيّن لنا الحق من الباطل، فنرجع للكتاب والسنة. ولا يكفي أنك تظن أنهم على حق أو أنهم على الصواب وتعذر بذلك، لا، قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما يكفي أنك تحسن الظن بالناس أو بالأحزاب أو بالجماعات حتى تعرض ما هم عليه على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق مقبول، ما خالف فهو مردود. الله أعطانا الميزان ولله الحمد الذي نزن به الأمور، هو الكتاب والسنة. نعم.